واحد بيقول لماذا لم يطبق الآباء الكهنة منهج الخدمة الروحية حتى يقلل من الحالات المرتدة وهيئة والافتقاد من الرعاية إلى آخره، وهذا لم يحدث في أسقفية كذا. هو في الحقيقة لما نتكلم على الافتقاد، صحيح ان الافتقاد ضرورة ولابد ان الكهنة يقوموا بالافتقاد، وعدم الافتقاد ما بيخليش فيه رعاية مظبوطة وصلة اكيدة بين الكهنة والشعب. لكن من الجانب الاخر، ساعات الشعب بيكون كتير جدا جدا فوق احتمال الكهنة، وساعات بتكون كنيسة فيها كهنة او اتنين وفيها الاف من الشعب. هو يلزمنا ان الاباء الاسقفة يشوفوا بالضبط ايه تعداد الشعب ويلزموا عدد قد ايه من الاباء الكهنة، لان ساعات قلة العدد ما بتساعدش على الافتقاد. اما من جهة حالات الارتداد، فانا مش عايز اجيب المسؤولية كلها عن اباء الكهنة برضه، لان ساعات في عينة من الناس اللي بيرتدوا بيكونوا بيخفوا الموضوع اخفاء كامل، وجايز اصحابهم من الجنس الاخر، يعني بنت مثلا وليها صاحب ولد يقول لها اوعي تجيبي سيرة لقل يمنعوك، فتيجي الكنيسة وبانتظام، وساعات تتناول وبانتظام وبتخدم وبانتظام، وفي لحظة من اللحظات نبص ما نلاقيهاش متدبرة الحكاية. وعندنا أمثلة كثيرة من هذا النوع، لكن مع ذلك مفروض ان احنا نبذل كل ما نستطيع. ده لدرجة ان انا رسمت مرة 16 قسيس من اجل خدمة الارتداد. وبعدين مع المعونة الطيبة التي قدمت لنا من امن الدولة، ساعات دول ما بقوش يلاقوا شغل ليهم، فبقينا نشغلهم في كنائس اخرى. يعني بلشت بلغوا الموضوع.